بسم الله الرحمن الرحيم. كل عاقل وصاحب إيمان وعقل وفضل وذرة من إيمان وإنسانية لما يرى واقع المسلمين يتألم ويتحسر لما وصلوا إليه من منزلق خطير. وهذا المنزلق الذي كنا نعاني منه في السابق وهو الفرقة، فالآن أصبحنا نعاني من الاقتتال، أصبحنا نعاني من الدماء التي تسيل في مجتمعاتنا، في دولنا، في شعوبنا، في قرانا، في مدننا. ولهذا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في مثل هذه الدقائق وفي يعني في أي وقت مهما كان طويلا ينبغي أن نجتمع جميعا، وخاصة علماء المسلمين يجتمعوا من أجل أن يعملوا قولا وفعلا على حقن هذه الدماء التي تسيل، وعلى لا أقول الآن توحيد المسلمين، الآن الواجب علينا هو حقن الدماء، لأن الله تعالى يقول فإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والأمر هنا لجميع المسلمين. فالكفار يعني في هذا الزمان هم يشكلون الجدار الصلب لوحدتهم، وهم في نفس الوقت يعملون على تفتيت هذه الأمة. ينبغي أن نتفطن إلى خطورة المؤامرة، ينبغي نتفطن إلى خطورة المؤامرة، ينبغي علينا أن نكون صرحاء في علاج أمراضنا، ينبغي أن نكون صرحاء في علاج أدوائنا، ينبغي أن نكون صرحاء في وضع الحروف على النقاط على الحروف، في يعني قبول النصح، وينبغي أن نبحث عن الحلول العملية. هذه كما قلت عموم الأمة، عقلاء الأمة، علماؤها، هم مطالبون جميعا بالبحث عن هذه الحلول لحقن دماء المسلمين ولجمع كلمة المسلمين مرة أخرى، وإعادة المجد الإسلامي والحضارة الإسلامية والرقي الأمة الإسلامية ووحدتها العظيمة، تلك الوحدة التي تشكل تلك الصخرة القوية التي تنكسر عليها كل أشكال المؤامرة وكل أشكال يعني محاولات التآمر على الأمة الإسلامية.